مشاهدي قناة كارتاج بلوس، أهلا وسهلا ويا مرحبا. هذا مع الرئيس موعد يومي نحاور فيه واحد من المترشحين للانتخابات الرئاسية باش نتعرفوا على جزئيات خاصة من حياته، نتعرفوا على مشروعه الانتخابي وأكثر ديتاي. تلقاوه كل يوم إن شاء الله في كارتاج بلوس مع الرئيس. ضيف اليوم من ابرز الوجوه السياسيه في تونس، معروف عليه يعني نشاطه السياسي، معروف عليه زاد انيقته اللي تخليه يكون ربما منافس جدا للانتخابات الموسم هذا في 2019. سعيد جدا باستقبال المترشح على مشروع تونس السيد محسن مرزوق. سي محسن مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك. كما قلت ضيف اليوم سي محسن مرزوق، يمكن في التقديم لخصنا ما حكيناش برشا على حياتك السياسيه ولا نشاطك السياسي، لكن من اهم النقاط اللي يقول عليك الشارع التونسي هي الانيقه اللي عندها دور كبير يمكن في نجاحك حتى مع الجنس اللطيف كان تسمح في الكلمه. هكا يظهر لك معناها كان الانيقه برك معناها. لا انا جانب من الشخصيه الانيقه. انا اعتقد في كل حالات معناها انه المهم في مساله الترشح الانتخابات رئيس الجمهوريه ولا في الحياه السياسيه هو الحاجه الموقف نتاعك، ارادتك، شجاعتك، وضوحك السياسي. وفي كل حالات طبعا المظهر عنده علاقه طبعا، ويقولوا جماعه الصوفيين يقول لك الباطن يتمظهر. صح صح، الباطن يتمظهر. على كل كي نشوفوا المظهر كان ناخذ بالقوله هذه، يمكن الباطن يكون ثمين ومهم جدا. به هيبه الدوله من النقاط اللي باش يخدم عليها محسن مرزوق، بعد باش نرجعوا اكثر بالديتاي على المشروع الانتخابي، لكن السؤال هذايا هيبه الدوله في برنامجك؟ هيبه الدوله من هيبه القانون طبعا. مش معناها هيبه الدوله، الدوله تكون عادله، ثم قانون، الفوضى هذه والتسيب اللي قاعد موجود لازم يوقف ما ثم الشك. هيبه الدوله مش فقط هي لا تبش ولا معناها مظاهر فقط. لازم الدولة تكون محترمة، خاطر المواطنين يحسوا أنهم جزء منها. ما ثماش الفوسي توا الاجتماعي اللي قاعدين عايشين فيه معناها، والتهميش نتاع الجهات والتهميش نتاع الفئات الاجتماعية. ووقت القانون يولي يتسلط على الناس الكل. صح. مش كيما توا ثم ناس تحس أنه قانون مع ناس وضد ناس. أنا قابلت مواطن حكى لي مرة قال لي أنا طالب من الدولة أنها تضربني إذا لزم الأمر وتضرب عليه. تضرب عليه. أنت مش تضرب ولا تضرب عليه؟ زوز. سوس. لان اعتقد انه رئيس الجمهوريه هو ان يكون حامي بالاساس، وك علاش اخترت انا الشعار نتاعي في الحمله كان شعار نحميها. صح. لانه دور الحمايه هو دور رئيسي بالنسبه للرئيس. باهي، سي محسن مرزوق تعتبر روحك مشروع تونس الناجح ولا فقط مشارك في الانتخابات الرئاسيه؟ انا اعتقد انه دخلت الانتخابات هذه لاني اول شيء نحس ان عندي الكفاءه. وهذه مسألة نجم نقارن نفسنا بها سواء كان باقي المترشحين ولكن بالمنصب بالاساس. ثانيا تجربتي السياسيه طويله اللي كانت الاغلبيه نتاعها في صراع من اجل المبادئ. وخلصت الثمن نتاع هذاك بالسجن، وخلصت الثمن نتاع هذاك بالمعتقل. ثم ايضا نحكيو عليهم بعد يمكن اني انا جاي زاد من ظروف اجتماعيه صعبه. انا ولد ريف ونشات في حي شعبي ونجحت لانه المدرسه البرجيبيه من كتنا بكنتنا باش ننجحوا. وتو نحس انه عندي مسؤوليه ايضا انه كيما انا جاتني الفرصه هذه انه شباب تونس زادت تجي نفس الفرصه وتكون المناصب للاكفأ. ولكن ما فيها باس، مش لازم معناها واحد تولد عنده ملعقه تذب في فمه. صحيح. حتى الناس اللي تعبت من حقهم يكونوا في المناصب الكبرى كيما رئيس الجمهوريه على شرط يكونوا اكفاء. واضح، على شرط يكونوا اكفاء. حكيت على بداياتك والنشاه وما الى ذلك، فما فيتيار انت حضرته لنا باش نشوفوه مع بعضنا تود سويت، يحوصل ربما حياه محسن مرزوق واهم نشاطاته وانجازاته ومشروعه ربما. الفيتيار. محسن مرزوق ولد في 10 جويليا 1965 في أحد ضواحي صفاقس. حين كان عمره 5 سنوات فقد والده عبد الكريم مرزوق العامل في معمل إمبيكا لتكرير الفوسفات، مما دفع بعائلته للعيش في ظروف صعبة بحي الحبيب الشعبي في صفاقس.
بابا مات وانا عمري 5 سنين، ما كنتش نعرف باش معناها الموت. نارت فينا كنت نلعب مع الصغار، لكن من بعد عرفت المرارة متاع اليتم والمرارة متاع الفقر. أنا نعرف ما معناها إهانة الفقر. تربيت في وسط النساء، يعني ربتني أمي وخالتي وأختي الكبيرة، وعرفت العظمة متاع المرأة التونسية بالتضحيات متاعها في يوم ربي أمي. زاول تعلمه في مدرسة الحي الشعبي، وتألق خاصة في المواد الأدبية، ومنه تحول إلى المعهد الهادي شاكر بصفاقس، حيث تمتع بنظام النصف بيت. وفي المعهد بدأ انخراطه وعمره 14 سنة في العمل السياسي، حيث أطرد من كل معاهد الجمهورية لأسباب سياسية. الطرد متاعي كان صدمة لأمي، وخاصة وهي شاقي عليه، وطبعا طرد معناها كش قال كله مشي كك في بالي. تصورت أنه انتهت حياتي الدراسية وما عادش باش نكمل قرايتي. كرهت روحي وحسيت بروحي كأني خنت الدور متاع أمي والشقام متاعها، ولكن في عمق عماقي كنت زادة فرحان شوية، خاطر ظهر لي نعم في بطولة من أجل أفكاري كما اللي كنت نقرأ فيه في الروايات متاع البطولات الكبرى. ورغم الصعوبة استطاع محسن مرزوق إكمال دراسته الثانوية ونال الجائزة الأولى في المناظرة الوطنية للفلسفة. وفي الجامعة درس محسن مرزوق علم الاجتماع وانخرط في الحركة الطلابية، حيث صار بسرعة أحد قياداتها الكبرى، وهو ما كلفه الاعتقال هو ورفيقه شكري بالعيد. وبعد مدة من التحقيق والتعذيب في زنازين وزارة الداخلية، وقع تجنيده قسريا وإرساله هو ورفاقه إلى أقاصي الصحراء في رجيم معتوق، وسنه 21 عاما. في رجيم معتوق استقبلونا بالفلق، فلق العثمانية، كلينا طريحة نبش القبور، من بعد أجبرونا نجري وإحنا ساقين حفاية في بلاصة فيها حصحاص يجرح حكا شوية. قعدنا 3 أيام تقريبا ما نمشيش، والمشكلة أنه ما كناش نعرف هذا كل نهار الرجيم هذا معناها طريحة ولا كان وقت الاستقبال. ومن بعد عدينا الوقت الكل في تقريبا أشغال الشاقة، نوقفوا في زحف الرمال بتاع الصحراء ونغرسوا في الخل. ما تدربناش على السلاح لأنه ما كناش جنود في الواقع، عاديين كنا معاقبين. ورغم ذلك معناها لبسنا الزي العسكري، وفي الاخر اعطاونا دفتر خدمه عسكري. وبعد اطلاق سراحه عاد محسن مرزوق من جديد للنضال في الحركه الطلابيه، حيث شارك في تنظيم المؤتمر 18 الخارق للعاده للحركه الطلابيه، وانتخب عضوا في مكتبه التنفيذي. الى جانب اهتماماته السياسيه والاكاديميه، انخرط محسن مرزوق في الحياة الثقافية، فعرف شاعرا وكاتب نصوص مسرحية، وتوطدت علاقته برموز أدبية وفنية تونسية مثل الشاعر الراحل محمد الصغير أولاد أحمد. في بداية التسعينات وبعد تخرجه من الجامعة تحصل على ماجستير في العلاقات الدولية، وبعد تجربة 4 سنوات في معهد لسبر الآراء انخرط في منظمة دولية اسمها ألتاير، تعمل على تجميع منظمات المجتمع المدني العالمي من أجل التنمية العادلة وحقوق الإنسان والمرأة. واكتسب من خلال عمله تجربة واسعة جعلته يتقلد مسؤوليات دولية عدة، ويربط علاقات قوية في عواصم متعددة غربية وعربية. كما أصبح من كبار المختصين في قضايا التنمية ومقاربة النوع الاجتماعي والانتقال الديمقراطي والعدالة الانتقالية. سنة 2006 قام محسن مرزوق بتأسيس مركز الكواكب ليكون مؤسسة إقليمية ودولية متميزة، ثم تم اختياره أميناً عاماً للمؤسسة العربية الديمقراطية، وهو المنصب الذي تقلده حتى الثورة التونسية في 2011. مباشرة بعد الثورة انخرط محسن مرزوق في الحياة السياسية التونسية، ووقع اختياره عضواً في هيئة تحقيق أهداف الثورة،
حيث تميز باقتراح فكرة العهد الجمهوري ليكون أرضية سياسية تحمي المسار السياسي من الانزلاق نحو التطرف أو الفوضى. وفي هذه الفترة أيضا انضم لفريق رئيس الحكومة البيجي قايد السبسي كمستشار بدون راتب أو امتيازات، وعارض انتخاب مجلس تأسيسي لا يقع احترام مدته أو مهامه، ثم قام بمعية عدد كبير من نشطاء المجتمع المدني بتأسيس المجلس التأسيسي المدني ليكون رقيبا شعبيا على المجلس. وعاشت تونس عندها فترة عصيبة حيث جالت فيها عصابات حماية الثورة والتطرف والإرهاب، وكان لابد من عمل ما لإنقاذ البلاد. وكان قرار حفنة من الشخصيات الملتقية حول الباجي قايد السبسي بتأسيس حركة نداء تونس، وكان دور محسن مرزوق فيها محوريا. وبسرعة تطور الحزب الذي عمدته دماء الشهيد لطفي نقف وأصبح الحزب الأول في البلاد. وبعد اغتيال الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي انتظم اعتصام الرحيل الذي كان محسن مرزوق من أهم وجوهه. حكومات الحماة هما الدومة، هما نساء تونس، هما رجال تونس، يجب علم تونس. وهو ما قاد إلى تنظيم انتخابات 2014 التشريعية والرئاسية، والذي تحمل محسن مرزوق مسؤولية الإشراف عليها وقادت لفوز البيجي قايد السبسي في الرئاسية. شغل محسن مرزوق منصب وزير مستشار لدى رئيس الجمهورية، وفي ظرف قصير استطاع لعب دور رئيسي في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. توجت بحصول تونس على صفة الحليف الرئيسي خارج الناتو وتوقيع مذكرة تفاهم ضمنت مزيدا من الأمن لتونس وتطويرا لاقتصادها. وقد كافأ الرئيس البيجي قايد السبسي محسن مرزوق بوسام الصنف الأول للاستقلال. واختار محسن مرزوق التخلي عن المنصب الهام والمريح لتسلم الأمانة العامة لحركة نداء تونس الذي نهشته الصراعات. ومن هنا بدأ الصراع ضد الفساد السياسي الذي مثله نجل الرئيس والمحيطين به واستعمال العنف ووسائل الدولة لإرغام جانب هام من خيرة مناضلي نداء تونس لمغادرة الحزب حفاظا منهم على المشروع الوطني ليؤسسوا لاحقا حركة مشروع تونس. حركة مشروع تونس. ومنذ تأسيسها عملت حركة مشروع تونس على إغناء الحوار الوطني بتنظيم عشرات الندوات والمؤتمرات والاجتماعات الشعبية. اتخذت مواقف شجاعة تجاه عدد كبير من القضايا الوطنية، كما بادرت ببعث شبكة للأحزاب الديمقراطية العربية وكان لها نشاط هام على الصعيد الدولي. كان هذا الفيديو اللي مديتنا به انت الاستاذ محسن مرزوق، شفتك تاثرت برشا فما دي مومون تاثرت فيها اكثر من غيرهم، خاصه الطفوله والنشاه والبدايات، يمكن البدايات كانت صعيبه شويه. يعني انا وكان عمري 6 سنين ولا 7 سنين انا قاعد في حي الحبيب في صفاقس نحييهم بين قوسين هاي حي الحبيب، واحد يقول لي راك في يوم من الايام مش تكون في موقع متقدم للانتخابات الرئاسيه، نقولوا قاعد تحلم ولا قاعد نحلم انا ما تصدقش. وطبعا وقت نشوف انا الصور هذه نعرف شنو هي الطريق الطويل، هي في الواقع اكثر من حياه، صح. الطريق الطويل اللي مشينا فيه، لكن انا اللي يهمني في الموضوع هذا الكل انه في اهم اللحظات هذيك القرارات اللي خذيتهم ما كانش حولهم منفعه ماديه مباشره ولا حولهم كما يقولوا الناس السياسيين حولهم كلهم يحبوا على المنافع. يعني كان اضطرت من كل معهد جمهوري وعمري 15 سنه. شنو السبب؟ ما انا ما نتصورش ثم منفعه مش تاخذها عمر 15 سنه.
كي مشيت رجيم مع توك قبل 21 سنه ما تصورش ثم منفعه. اي تنجم تقول لنا السبب اللي خليك تطرد من جميع المعاهد التونسيه؟ لاسباب سياسيه يعني. اسباب سياسيه في عمر 15 سنه. فيفري 81 صارت معناها حركه معروفه اسمها الحركه التلمذيه التونسيه في يعني في الليسي. ونحب وقتها نقابه تلمذيه. فانا كنت متزعم الحركه وقتها. والصغرى تحب تتزعم. ومشيت معناها في التوجه هذاك وصلت فيه حتى الجامعة. وحتى ثم فيديو معروف للسيد رئيس الجمهورية بيجي قائد السبسي يقول أنه الله يرحمه يقول أنه وراو سي معناها مرزوق كعاوني بالنسبة للحملة الرئاسية ما طلب مني حتى شيء. باهي. لذلك أنا أعتقد أنه أهم شيء في الموضوع هذا أنه كان ثم اختيارات مبدئية من أنا صغير وما كانتش وراها منفعة مادية ولا امتيازات. واضح. هو انت تعديت بيا من المواضيع ما يسالش باش نرجع في النقطة هذه على الحملة الانتخابية للرئيس الراحل بيجي قايد السبسي. فما تدوينة هبطها حافظ قايد السبسي قال لي مشاركتك كانت سورية لا أكثر لا أقل. هو أنا في الموضوع هذا طبعا تو سيدي بيجي الله يرحمه معناها توفى تو ربي يرحمه. وسيدي بيجي طبعا خرج أكثر من مرة قال الناس الكل تعرف لذلك ما جبتش نعلق عليه. وسيدي بيجي نفسه قال أنه ما تنجمش تعلق عليه. فما أنواع يعني تترفع على التعليق ولا تتجنب التعليق؟ أترفع جدا عن التعليق احتراما لروح الرئيس الفقيد البيجي قائد السبسي. لأنه ما نتصورش أنه الابن مش يكذبوه والراجل معناها مازال ما عملش 40 نتاعو. ونتصور أنه في كل حالات توا الحملة الرئاسية زي ما تصير حول مواضيع أكثر أهمية من هذا. معناها اليوم اكتسبت الخبرة الكافية باش تولي أنت مترشح من اللي كنت مساند ولا تدعم في حملة انتخابية. اليوم عندك الخبرة الكافية باش تكون أنت المترشح للانتخابات الرئاسية. أنا خبرتي ما جاتش من الحملة. خبرتي جات من سنوات طويلة في العمل السياسي وسنوات طويلة في العلاقات الدولية. أنا علاقاتي الدولية عملت من قبل الثورة التونسية وما عملتهمش خاطرنا في الدولة. تو ثم شكون مثلا مترشح يمكن عمل علاقات وكل شيء ولا وزير في الدولة. هذا مترشح توا في الفترة هذه؟ لا مثلا يمكن يكون واحد يقول لك يكون مترشح عنده علاقات دولية كان كي ولا وزير في الدولة. أي. هو طبعا هذا مهم لكن شنو هي الميزة المضافة؟ أنك بقيمتك أنت تولي تكون عندك علاقات دولية. واضح. وقتها في عوض أنت الدولة تجيب لك علاقات دولية. هون يتلمح ليوسف الشاهد؟ لا من لمح حد. ما نحب لما حتى واحد مترشحين كل محترمهم من المترشحين وربي يعاونهم الناس. لما قلت بعد ما خذا منصب في الدوله اكتسب علاقات. ثم برشا مترشحين كانوا وزراء معناها يعني مش كان يوسف الشاهد مش رئيس حكومه. انا سالتك تنجم تقول لي ايه ولا لا. ثم برشا ناس مترشحين اللي هم ما لمحتش على يوسف الشاهد. لا مش يعني ثم برشا مترشحين كانوا في الحكومه. حبيت نقول اللي يجي ياخذ منصب للدوله في الدوله يكون مهم انه يجيب هو شيء للدوله. مش الدوله تعطيه كل شيء. يعني واذا كان نقولوا عنده خبره سياسيه مش خاطر كان سنوات طويله في الدوله فقط. يعني يلزم الخبرة السياسية تكون زادة في الدولة وخارج الدولة. وخارج الدولة طبعا. به في الفيتير واللي كما قلت قدمته أنت معناها اختيارك مع الفريق الكوم تاعك والمتابعة. فما صورة شفناها مع سليم العزابي. هاي سليم العزابي كان هو علاقة المدير به اليوم كيفاش؟ المدير التنفيذي بتاع الحملة اللي كنت أنا رئيسها. علاقات طيبة. نوع شخص كفء وقادر معناها أنه يمسك مهام. كان مدير تنفيذي للحملة وعملت معاه وأعتقد أنه عنده كفاءة في برشا مجالات. ينجم يكون فما توافق في الفترة القادمة ولا يكون معاك سليم العزابي؟ أنا نتصور كل الأحزاب هذه اللي هي كما تحيا تونس حركة مشروع تونس ما تبقى من نداء تونس الحزب نتاع الأمل اللي عملته السيدة سلمى اللومي هم في الواقع أجنحة نتاع حزب واحد. باهي. لكن السؤال إن شاء الله النهارات يلقاو السياق باش كلهم يتجمعوا تحت نفس المظلة. اي لكن السؤال علاش ما قدمتوش مرشح واحد؟ علاش كان الكل تحت جناح واحد كما قلت علاش مش مترشح واحد وتكون الحظوظ اوفر؟ ما هو جناح في برشا ريش. باهي. فما ريش اقوى من ريشة. المهم شكون على راسه ريشة. باهي. وكل واحد متصور انه على راسه ريشة. صحيح. دونك المشكلة فيه توا انه نتوقع ديما انه ثم إمكانية. معناها من هوني قبل حتى الدور الأول. نشوفوا شكون احسننا ترتيبا. اذا كان ما عملناش الانتخابات التمهيديه قبل ما تبدا الانتخابات بالكش تو نجموا قبل في اطار الانتخابات هذه كان ثم شويه وعي وشويه نضج معناها نشوفوا شكون احسننا ترتيبا. واف. اذا كان انا اطلب منهم ان هم يتخلوا لصالحي. اذا كان شخص اخر وفايتنا راح نجموا نشوفوا. واضح. الموضوع وقتها. المهم اذا واضح. تم انتخاب رئيس سألعب دورا مهما في عائلة توحيد العائلة هذه. هذا أحد أهم تعهداتي بالنسبة لهذه العائلة. به ممتاز. لما حال هو تو في الفترة الأخرى ولات توندونس الريش والعصفور والعصفور الذهبي وريشة وريشة وريشة. به باش نتعدى لل ما هو المشكلة فيه في العصفور ديما اللي يفكر العصفور اللي يقول العصفور بجناحين واللي يقول العصفور النادر. أي. في الواقع ينسى حاجة ينسى القفص خاطر مخه في القفص مش مخه في العصفور. اللي يفكر في العصفور
يفكر في عفوس في قفص. واحنا الحمد لله انا جاي من الريف وغاديك نحب الصقور، اسافر عاده ما تلوش بمصر. واضح. ممتاز الصورة، على خاطر الصقر في بعض الاحيان يلتهم العصفور. ما فيها باس. أيوة فما الصيادة زاد. ويلزم يكون صقر ولا صياد سي محسن؟ ويلزم يكون رئيس تونس يلزم يكون عنده صفات الصقر. صقر ولا صياد سي محسن؟ الزوز، أنت والبلاصة اللي فيها، إذا كانك الفوق أنت صقر من الأحسن تكون الصياد، وإذا كانك صياد من الأحسن معناها بقربك الصقر. المهم صفة الرجل أو المرأة القوية. باهي. معناها رئاسة تونس تتطلب شخصية قوية قادرة تاخذ قرارات حازمة. هذاك علاش نتصور أن صفات الصقر مطلوبة. واضح. شكرا لك سيد محسن مرزوق. باش نتعداو الفقرة الثانية، الفقرة الثانية هي باش نقربوا لك أكثر، نحكيوا أكثر على حياتك الشخصية، الجانب العاطفي يمكن في حياتك لو تسمح. وفي فقرة بيني وبينك خلي لي الابتسامة ظاهرة، علاش فقرة رومانسية قلنا سي محسن مرزوق؟ أنت يظل الحالة تأثر فيك. نوعا ما نوعا ما. لاباس نضحك. نتعداو تو سويت بيني وبينك. رجعنا لكم ومكملين حوارنا لليوم في مع الرئيس، مع ضيف الحلقه السيد محسن مرزوق. بيني وبينك هي الفقره اللي نقربوا فيها اكثر. المواطن التونسي ولا الشارع التونسي حاب يعرف حاجات على رئيس الجمهوريه المستقبلي، يعني كان تكون رئيس التونسي حاب يعرف مثلا شنو الاغنيه المفضله عند سي محسن مرزوق. برشا اغنيات في الواقع هم. كي تبدا في الكهرباء تحب تسمعها؟ ولا توا المده هذه معناها بالضغط اللي قاعد حاصل، اذا كان في الكلاسيكي نحب نسمع ام كلثوم. على خاطر معناها ترتاحني برشا. الاغنيه المفضله عند ام كلثوم؟ ودارت الايام. ودارت الايام. اوكي داخله شويه في الحوار هذا. و سينو نسمع تو نسمع رجعت نسمع شويه في الجاز معناها. خاطر الجاز فيه الامبروفيزاسيون. يعني الارتجال. الارتجال صحيح. وانا نتصور انه معناها اذا كان تفرق بين موسيقى حلوه وموسيقى اخرى معناها نتصور انه الارتجال مهم. ساعات نسمع شويه سلام زاده لكن في حدود. معناها نسمع شوف المده هذه كلها ثم برشا ضغط. المزيكا الواحد يبحث عليها هي مزيكا ترتح. ترتح. الراب يوتر؟ توا معناها اذا كان تشوف مش يوتر، هو معناها توندونس راهو غنى شبابي. لا لا هو توندونس شبابي. فما فيديو رئيس الحكومه السيد يوسف الشاهد وليش معناها رئيس الحكومه يظل خارج هو بنته ولا حاجه كما كان، تصور انه حاجه عاديه جدا. وكان جيت انا وبنتي زينه راهي نفس الشيء. اما كل الناس في وقت الضغط عاده يسمعوا مزيكا تهدي شوي. ما تجمش تمشي لبلاصه مثلا فيها يزمك مش عارف انا تحب تهدى وتسمع مزيكا فيها برشا ريتم. واضح. وانا بما انك توا في ريتم باهي ماشيين نحب نهدي لك اغنيه تحبها باش نسمعها مع بعضنا. مرت الايام من بعد بعاد وخصام، معناها فما امكانيه اللي ما تخاص معاهم اليوم تدور الايام وترجعوا اصحاب عادي جدا. غدوه لما تكون رئيس جمهوريه تونس وتبدا ثم خصومات مع دول، مدى الحياه الخصومات به معناها خاصه في علاقات بين الدول. ثم برشا ناس قاعدين يقولوا هاو هذا بدل موقفه وهذا غير موقفه وهذا عمل، ثم تغيير مواقف. رئاسه الجمهوريه ورئاسه الدول ما ثماش اعداء نهائيين واصدقاء نهائيين، مصلحه الدوله ومصلحه تونس قبل كل شيء. المصالح تختلف. نختلف من غدوه مع الدوله هذه، اذا كانت تخدم مصلحه تونس من غدوه اللي كنت متعارك انا وياه نحملوا ونعنقوا ونقعدوا بحذاه ونستقبلوه في تونس ونشربوه كستي ونقولوا له معناه مرحبا احنا اصدقاء الجميع. احنا اصدقاء الجميع. به بصراحه ما عندكش حنين خاص هكا البلاصه معينه تمشي لها كي نقولوا تضيق بك الدنيا مثلا، كي تقلق، كي تتعب، يكثر عليك ضغط الخدمه، بلاصه تمشي لها ترتاح ما غير الفريق كامل؟ نمشي الحمامات.
مش بعيد ياسر حمامات. اذا كان عندي فرصه باش نبعد بعيد نمشي لتوزر برشا باستمرار، ولكن زاده ساعات نمشي للبر نتاعنا اهلي، انا مثلوثي معناها من جهه الام ومن جهه الوالد محرصي، فعندنا من محرص ولاد مهذب وعندنا البر نتاع المثاليث، غاديك معناها تلقى الجو الصافي وتلقى الناس الصافية. تمشي لحومتك اللي كبرت فيها لليوم؟ انا ولدتي لحد اليوم هذا ما زالت تسكن في حي الحبيب، ما خرجتش بحذاها، نمشي بحذاها هذا الحي الشعبي اللي كبرت فيه، عمرها ما حبت تخرج منه. المكتب اللي قريت فيه تطل عليهم ساعات؟ معناها مش ديما ديما. انا في الواقع درت للجمهوريه تقريبا 4 مرات في 6 سنين، وساعات نحس بروحي مشيت لبرشا بلايس اكثر من مسقط راسي باش ما يقولوش انه هو جهوي ولا جورناليست. بالضبط. به برشا ذكاء في التعامل وبرشا ذكاء في اجاباتك، من الصفات اللي لازمها تتوفر في رئيس الجمهوريه مع الابتسامه المرافقه هذيا. باش نستقبلوا مع بعضنا توا الدكتور مراد بن عمار اخصائي في التحليل النفسي. سي مراد مرحبا. سي مراد اهلا وسهلا. دونك سي مراد مع الرئيس واليوم في دور رئيس الجمهوريه السيد محسن مرزوق هو ضيفنا، وانت طلبت باش تدخل بحذانا وتكون حاضر وعندك فقره قاره في البرنامج انك تعمل تحليل على شخصيه الرئيس. شوف محمد، هي من اصعب معناها الشخصيات اللي تنجم تتناولها بالتحليل هكا والدرس وتشوف، هي النوعيه نتاع شخصيات سي محسن مرزوق. يعني علاش؟ لان هي اون بيرسوناليتي امالغامي، هي شخصيه ملغمه. تلقى اكستريم نتاع سنتيمونتاليتي وعواطف ووفاء وفيداليتي، وتلقى من شيله اخرى انسان ريغورو. مي الريغور اللي يوصل، لانه النوعيه نتاع سيادته هي شخصيه le pouvoir un concept obsessionnel هو مفهوم يكاد يكون مرضي، لانه ماهوش باراشوتي. الناس من الصغرى يحس روحه لازم يكون عنده موقع. ومن اكثر الحاجات اللي متثبت له في وجيعه ما يقولهاش لحتى واحد، لانه مذومة بالنسبه ليه او نيفو دو لا كوانتيسونس كما يقول رامبو. ترى سامحني دكتور، في كلمة الوجيعة حسيت كان عملت براسك هكا وغمضت عينيك، فما وجيعة مسها كلام الدكتور؟ تو شكون عالم النفس هو اللي انت؟ لا انا نسال، انا محاور مش نسال. معناها شفتني كيفاش غمضت عيني؟ لا قاعد نتبع فيه على خاطر ونعمت براسك. من حقي زاد باش نسالك سي محسن، نعمت براسك هكا وغمضت عينيك؟ مش معناها قاعد نوافق فيه، قاعد نتبع فيه هذيك. تبع فيه ماكش موافق. الاوج دو لا تيت معناها مش بالضروره بوركيزي باش يتبع معناها. واضح باهي. من علامات التربيه هذيك، يعني وقت واحد يتكلم يتعامل براسك هكا. واضح. الله يخليك سيد الرئيس محسن مرزوق، كمل قل لي، فما وجيعة قالها مستك الكلمة؟ لا ما فماش وجيعة، كمل لي دكتور. فما حاجة باهي او نيفو دو لا كوانتيسونس، كنت تعرف هكا القصيدة نتاع رامبو. انسان يستعمل بريسك تلت حياته 10% من الامكانيات نتاعو، ماهوش يخدم كيما نقولوا بلغة الطيران باللي رياكتر الكل، لأنه الدوغري دانتيليجونس اللي عنده أقوى من اللي الظاهر معناها عند العموم، مي عنده بلاصة نتاع بيدور وتربية. داير هو كي حكي لك على معناها الحومة الشعبية، وثم النوسيون تاع البارتاج هذيك كي تتنحى ما ثم ما عندناش كوغباي نحن باش نجي ونهز ونحطوها في بوبيل. هذوكم حاجات يقعدوا ديما متواجدين فينا وكل مرة يظهروا، أما ما يغشوا حتى حاجة لو كان تكون أنت أكبر معارض ليه، ولو كان تدخل معاه في دي كونفلي دي كونفلي. أكثر حاجة توجعه وقت اللي يعطي هو ثقة في عبد ويفيق بلا موفيز انتونسيون، النوايا السيئة، معناها تكون ردود الأفعال نتاعو معناها إليميتي، لكن تنجم تكون عنيفة، لكن من الناس زي هاي، لكن هذوما لي جون ريش انتلكتويلمون بارلون اللي عندهم معناها الناب ولي بيست، فهمتني، او نيفو دو سيرفو معناها فيهم بوكو دو كومبينيزون، معناها بالنسبه ليه لي كومبا افيك لي زينمي نتاعو مع اعدائه ياجلهم حتى الحضورهم امامه في اللحظه المعينه وفي الدقيقه المعينه ما يلوش على لي زينمي نتاعو، فهمت. اما من شيره اخرى معناها اذا كان جاء واحد وطلب العفو اعترف معناها متسامح على الاخر. الخلطه هذه الكل
على الرغم من الإيجابيات نتاعها وعلى الرغم من الحاجات اللي نشوفوها أجريابة، لكنها تخلق معناها زوز مستويات يتصارعوا باستمرار، من شيرة لبيبي على موديغلياني، ومن شيرة أخرى لوم دو بوفوار اللي ما يحبش يتسامح جملة ويوصل للديسبوت إكليري. فهمتني؟ هو مفهوم توجد برشا، فهمت قبيليك قال لك كلمة وانا نسمع فيه، قال لك نضربك ونضرب عليك على المواطن مش عليا. اي هو مش أي. المواطن انه احنا تو شنو صحارى زين ما بداش يضرب فيه، ما انا مواطنين فهمت ما تجيبش معك. والنوعيه نتاع الشخصيات نتاع سي محسن، هو ان بون ليكتور سون كونتيتي. نجم هو تو يقول لي لا، معناها نجم تلقى قدامه كتاب كي يقرا معناها كي كيلكو فراغمون كيلكو ليني كيلكو باساج، معناها الكابت تو. واضح. هل الصفات هذه كلها المتميزه معناها الشخص ديما يرى روحه في المكانه التي لا يستحق، وكانه العباد ثم عندك يا اما العباد يفيقوا بكالاريير بلون تاعك انك انت شخصيه تفكر وتخطط بطريقه ارشيتكتورال، ولا واحد يعرف داير معناها نتصور انه في تاريخ حياتك حتى مع امك وبوك تحب تكذب عليهم ما يفيقوش بيك، لانه معناها ثم الكوتي ماتو والكوتي تياترال متواجدين معناها الزوز فيك. هذايا معناها من الحاجات اللي معناها تميزوا، ولكن نتصوروا انه ان غيري ان فريغيري الانتخابات نتاع 2019 هي معناها باش تكون مرحله هامه وهامه جدا في حياته، لانه راى فيه انه من الناس اللي قاعد يحول في الوجهه نتاعو باش يولي معناها هو ايجال الويمام، هو اكثر من اللي تو برشا عباد يشوفوا في انه انسان صريح ترونسبارون ما عندوش مشاكل. تنجم معناها تعرف محسن مرزوق جمع 15 يوم ما عادش تلوج برشا باش تعرف لي ديتاي نتاع حياته الكل. شكرا لك دكتور مراد بن عمار. سي محسن مرزوق، قداش ينطبق عليك الكلام اللي قاله؟ قداش شفت روحك في التحليل اللي كان يحكي فيه الدكتور مراد بن عمار؟ ثم جانب كبير بصراحه، معناها انا فقدت والدي عمري 5 سنين، دونك عرفت اليوتيوب وانا صغير، وتربيت مع امي واختي الكبيره وخالتي في وسط النساء. اعتقد انه هذا خلق في جانبين حتى في التفكير، لانه ما بين مشقه الحياه وما بين الطريقه نتاع التربيه نتاع المراه التونسيه اللي تعرف عظمتها وقتها، أنا أمي مثلا جيما أمية ما تعرفش تقرأ، ورغم ذلك كانت تراجع لي. فثم لابسونس دو بوفوار دو بير أوسي ما كانش موجود، خلقته لنفسي، فكنت أنا وكأني أب نفسي. وهذا من بعد الجانبين اللي حكيت عليهم، أنا يمكن الحياة أثرتهم بطريقة مختلفة. فمش خذيت الشعر والأدب اللي خلى يخرج فيه الجوانب اللي نحبهم يقعدوا نضاف، والباقي الآخر هو اللي يلزمك تكون عندك حذر فيه. ولكن هي الشخصيه هي نفسها، مش مقسومين على زوز. حب نذكر ان تشرشل اللي هو من اهم الزعماء في تاريخ العالم، خذا جائزه نوبل في الاداب، رغم اللي هو كان سياسي صحيح وكان في نفس الوقت غيره، وانه الرئيس الحبيب بورقيبه كان عنده نفس الازدواجيه، لانه هيك علاش كان بكاء وقت يتذكر امه والى اخره، ولكن كان الرجل الدوله زاد القاسي وقت يلزم تاخذ القرارات الكبرى، وقت اللي لازم اليد الحد يديك يكون موجود. ان شاء الله انه وقت ناخذ القرارات الكبرى يلزم اذا كان غمضت عيني وحليتهم القرار ناخذه بدون اي ندم واي تفكير. واضح. شكرا لك سيد محسن مرزوق. اهم الصفات اللي عندك باش نختم، انك لي فيبر نتاعك مازالوا حيين، ما قتلتهمش السياسه، حتى وانت تبدا تتكلم افيك اون فاسون راسيونيل ديما العينين معناها يلمعوا. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك دكتور. ميرسي بوكو. الله يخليك. هذا الدكتور مراد بن عمار. أستاذ محسن مرزوق، كل مرة نكتشف عليك حاجة، تحليل نفسي، ورانا جانب آخر فيك. تشرشل تونس تنجم تكون في المراحل القادمة إن شاء الله. لا في لا فارق، خاطر ثالث حرب عالمية ثانية مع تشرشل، معناها خلينا من غير حروب. لأنه تشرشل معناها خاض حرب وخطب خطاب شهير، قال أنا نوعدكم كان بالعرق
نوعاتكم كان بالدم، نوعاتكم كان بالدموع، لكن واخذ حرب عالميه ثانيه. التاريخ خلد اسمه، فعلا خلد اسمه. واعتقد نتمنى لك التاريخ يخلد اسمه. انا بالنسبه لي قلتها سابقا، المجد التاريخي اهم لي من المنصب. واضح. اذا كان انا نخرج من هالتجربه هذه باني مش اعتراف، مش لوش في الاعتراف، اني لعبت دور، عملت اضافه، خليت بصمه، أهم لي من منصب تجم تقعد فيه 10 سنين. واضح. ومتخلي حتى بصمة. شكرا لك سيد محسن مرزوق. الفقرة الأخيرة في الحوار هي أنت رئيس، باش نعرفوا فيها البرنامج والمشروع الانتخابي للسيد محسن مرزوق. توت سويت أنت رئيس. كما قلت في أنت رئيس، باش نحكيه على أهم وأبرز نقاط مشروعك الانتخابي، النقاط اللي باش تدخل بهم للصراع هذا نحو قرطاج، وأنت اليوم في قرطاج بلوس، في انتظار طريقك الى قرطاج، اعطينا اهم نقاط المشروع الانتخابي سي محسن. انا اول حاجه اللي نحب نحكي عليها انه ايش معناها رئيس؟ شو الرئيس المطلوب تو لتونس في 2019؟ شنو هي وظيفته؟ انا حددتهم في 3 وظائف. اول حاجه الرئيس هو لازم يكون حامي، لانه هو رئيس الدوله. وقت نقول يحمي الدوله مش يحمي البني، يحمي العباد الساعه، يحمي الاقليات، يحمي الناس المهمشين، يحمي الناس اللي يحسوا أن الوطن معناها كان للناس اللي عندهم امتيازات. رئيس حامي لتونس، مش حاميها ضد الأعداء كما الإرهاب مثلا، ولكن الفساد أيضا. وكعلاش كان الشعار متاع حملتي نحميه، يعني باش تحارب الفساد. وفي الواقع تعرف هذا جاي من المثل الشعبي، يعني الصباح ساعات الوالدة كانت تقول لي يحميك ويبعد البلاء عليك. صحيح. انت خذيت كان نحميك، وزدت معها ونعليها، نحميها ونعليها. علاش زاد؟ لانه كانت الوالده تقول لي يعليك على من يعاديك. وانا نحب تونس تكون ان شاء الله في وضعيه كرئيس نحميها ونعليها. اش معناها نعليها؟ نحميها تفهمنا فيه، نحمي الاضعف الناس اللي فيها، الناس اللي يحسوا برواحهم مستضعفين، الفوسي الاجتماعي هذا الموجود، هذا الفوسي سوسيال. والثاني دوره حكم، حامي وحكم. اش معناها حكم؟ توا اغلبيه الوقت تلقى النقابه متعاركه مع الحكومه، الحكومه متعاركه مع كذا. شكون اللي يجم يكون حكم؟ يلزم يلعب دور الحكم باش العرك هذا والصراعات اللي في تونس توقف شويه. يلزم واحد نرجعوا له، واحد منتخب من الشعب مباشره. ما ثم حتى واحد منتخب من الشعب مباشره كذا رئيس الجمهوريه، رئيس الحكومه والبرلمان، وكافه الاطراف تقريبا معينه ولا منتخبه في نقابات ولا جمعيات. الوحيد منتخب من الشعب ورئيس الجمهوريه يلعب دوره كحكم. واضح. سامحني حتى باش نقص عليك، نفهم من كلامك اللي باش ننظموا باش نغيروا عفوا المنظومه تاع رئيس الجمهوريه اليوم. احنا يخلينا نشوفوا شو اللي صار في تونس. اللي صار في تونس تو عندنا 3 رئاس نتاع سفينة، والقرار ما ناخذوش بطريقه ناجعه، والناس معناها تلقاها معناها دموعها على خدها وعطشانه، الماء قاص والقمح قاعد ملوح في ما تهزش، والفلاحه قاعدين ما نعرفش مشاكلهم شنيه، وتونس مشاكلها كبيره. ورئيس الجمهوريه المنتخب بيجيبش ياخذ قرارات، رئيس الحكومه يجي يرجع للبرلمان، البرلمان مقسوم بين الاحزاب، معناها قاعدين ندوروا في دائره مفرغه. كيفاش نحلوها هذه؟ احسن شيء لازم نعدلوا النظام هذا باش يولي ناجع. واحنا راينا انه لازم تتركز السلطه التنفيذيه عند واحد برك اللي هو الرئيس، لكن لازم البرلمان يراقب عليه، يراقبوا، يعني ما رجعوش بالتوالي كما كنا. اي ما تخافوش من الرجوع للديكتاتوريه بطريقه هذه. ما رجعوش التالي، علاش؟ النظام الفرنسي نظام رئاسي، ولكن رغم ذلك ما ثماش ديكتاتوريه في فرنسا. الوظيفه الثالثه نتاع الرئيس هو حاضن للمستقبل. اش معناه؟ يعني هو يلزم يفكر كيفاش تونس يهز هالمستقبل، وهنا يلزم العمل مع الشباب. واحنا عندنا برشا افكار باش نحكي في الموضوع هذايا، لانه رئيس الحكومه والناس الاخرين هذوكم الكلهم قاعدين يخدموا في القضايا اليوميه. الوحيد اللي عنده قدره باش يكون شواف، يعني حامي وحكم وشوف يغزر المستقبل العشرين سنة الجايين. هذم شنو ما حسب رأيي 3 أدوار متاع الرئيس. كيفاش يجي يلعبهم الدورة ذي الرئيس؟ يساعدهم يكون رئيس عصري لرئاس عصري. واضح. يعني إذا كان سلبيجي الله يرحمه كان في فترة مهمة ياسر اللي وقف فيها مشيان تونس نحو التطرف، الرئيس هذا جديد اللي أنا إن شاء الله نكون في هالموقع هذا دورنا ننقل تونس للمستقبل. لازم تكون رئيس عصري. إيش معنى رئيس عصري في رئاس عصري؟ رئيس عصري اول حاجه رئيس يقوم على الاتصال المباشر، يحكي. واضح. مش قاعد كيف القصر هذاك. عشان التزمت انا 3 حوايج، التزمت اني خاطب الشعب في البرلمان كما يسمح لي الدستور، لكن التزمت اني مش ندور على كل ولايات الجمهوريه وتكون في رئاستي ونحكي مع الناس. ثالثا التزمت اني نفتح فضاءات لايف حتى الكترونيه مره في الشهرين مثلا باش نتحدث مع الناس بشكل حر. اللي يحب يسال الرئيس يتفضل يسال الرئيس في المباشر، يسال دونك في اللايف. بلاتفورم معناها الكترونيك ويكون مفتوحين خاصه للشباب. الرئيس يجب يكون عنده قدرة على التضامن. مش معناها التضامن؟
تضامن مش معقول ان احنا تو قاعدين ماشيين للاصلاحات بينما في يد كامله من الشعب التونسي معناها قاعده اللي ما عندوش خدمه اللي ما عندوش كذا اللي ما عندوش غيره باهي اذا الاصلاحات هذه تجيب نتائج بعد 5 سنين من هنا الى 5 سنين شنو نعملوا؟ ناخذ نتفرجوا عليهم. لذلك انا واحد من مشروعي اني نحب ايضا نضم كل مكونات المجتمع المدني ومؤسسة الدولة المتضامنة والتضامنية باش تخدم ببعضها باش نقصوا أكثر ما يمكن من وجعة الناس حاليا. واضح. الموضوع الثالث هو طبعا في إطار مهام رئيس الجمهورية أنه يحمي هو مسؤول عن الأمن. ففي إطار في موضوع الأمن ضروري أن نحكيه في إطار مجلس الأمن طبعا اللي هو تابع رئيس الجمهورية شنو هي التحديات والتهديدات الأمنية تو موجودة في تونس وكيفاش يلزمنا نبدلوا من منظومتنا العسكرية والأمنية باش نكونوا في المستوى. وانا اعتمدت في هذا علاقات دوليه انا عندي ولكن اللي عند تونس ايضا باش يرتفع مستوى دعم تونس ويمكن تونس زادا نخليها تلعب دور مهم ياسر في برشا مجالات. باهي سي محسن هذا يهم الشان الداخلي، هات نحكيو على الشان الخارجي، شنو فما في مشروعك يهم الشان الخارجي؟ الدبلوماسيه الاقتصاديه، الاقتصاد 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 على المستوى الخارجي اقل ما يمكن من المشاكل مع العباد مع الدول الاخرين، نحاولوا صفر مشاكل باش نستطيع ان احنا نركزوا على المهم اللي هو كيفاش نجموا نلقاو خدم، كيفاش نعاود الاستثمار. تعرف اللي توا معناها بسياسه خارجيه ذكيه نجم نلقاو حلول لمشكله البطاله. نعطيك جوج امثله، عندنا ليبيا بحذانا اللي هي قاعده في عهد عمار، كل المسؤولين الليبيين اللي قابلتهم في المده الاخيره يقولوا لي نحن مستعدين نقبلوا من 100 ل 200 الف. هل الوضع في ليبيا اليوم يسمح باش نبعثوا الشرق التونسي يخدم؟ الشرق الكل لاباس عليه، والمفروض ان احنا كنا فتحنا خطوط بحريه مباشره من جرجيس ولا صفاقس على بنغازي مباشره مثلا، وحتى لا قدر الله صارت مشاكل سهل جدا الناس ترجع، لكن توا ثم عمليه اعاده عمار قاعده حاصله. على مستوى اوروبا، اوروبا الطبقه العامله فيها قاعده تهرم منها وتشيخ، وطبعا الشيخ منطقه الشيخوخه مش فاكر حاجه اخرى. لا لا الشيخوخه و وخطرت ضحكت لا منطقه الشيخوخه وعندك معناها ملايين من طلبات العمل في السنوات المقبله. واضح. يعني نحن ايش نفكر انه سوق الشغل ما عادش تونسيه فقط، سوق الشغل اورو متوسطيه يعني هذه فتح لنا مجالات كبيره للتشغيل. انا نحب انه تكون السفارات نتاع تونس معناها وكأنها دي كونتوار كوميرسيو، يعني مراكز تجارية تبيع الفرص الممكن لتونس وتشجع الاستثمار. السفير الكلاسيكي اللي هو متاع سيادة وقاعد كان له بالعلاقات هذا كان تاع عهده، توا السفير يجب يكون على تكوين اقتصادي خدمته الوحيدة وكأنه يخدم في الماركتينج، خدمته أنه هو قاعد يقدم في صورة مهمة على بلاده. كما السفير الفرنسي في تونس مثلا هذا النموذج تاع السفير يعني المديري. يعني سفير قاعد معناها سفير قاعد يعمل في دور كبير بالنسبة لبلاده، وإحنا قاعدين نشوفه في جوانب مثلا لكنه يتحرك. أنا أؤمن أنه الرئيس نفسه رئيس الجمهورية لازم يكون رئيس عصري ويتحرك مش قاعد كان في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في البيرو نتاعه. لذلك الدبلوماسية تفتح مجالات كبيرة. مع هذا أنا نحب زاد يكون في رئاسة الجمهورية ثم دور آخر اللي هو من خلال طبعا المبادرة التشريعية، نفكر في مجموعة من المبادرات اللي تمس بعض الفئات اللي زاد هي فئات معناها حسب رأيي يلزم نفتحوا لها إمكانيات الحماية والاستعداد للمستقبل. بالنسبة للمتقاعدين مثلا أنا نفكر أنه نعمل يوم وطني للمتقاعد يتم فيه شكر للمتقاعدين على العمل اللي قاعدين يقوموا به في مستوى رئاسة الجمهورية مش وزارة الشؤون الاجتماعية. واضح. ومبادرة أيضا اجتماعية مبادرة تشريعية لضمان حمايتهم. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة أنا أعتقد أنه مهم أيضا نعملوا لهم يوم في إطار رئاسة الجمهورية حول هذا الموضوع ونشوفوا شنية التشريعات اللي لازم نبدلوهم لصالحهم. بالنسبة للشباب أنا اقترحت تأسيس مؤسسة اسمها مؤسسة قرطاج، هذه قناة قرطاج وهدفها انها تعمل هي نوع من المصعد الاجتماعي، تختار احسن الكفاءات ما بين الشباب في كل المستويات خاصه بالنسبه للمهن المستقبل وتحاول انها تعاونهم وتاطرهم في هذا الاطار ونلقاو لها تمويلات على المستوى الخارجي. يعني على المستوى الثقافي يلزم تلعب زاد مؤسسه رئيس الجمهوريه دور، وفي هذا الاتجاه انا كنت اقترحت في برنامجي اول مره خرجت في الاعلام انه نرجعوا اليوم الوطني للثقافه، يا اخي بعد نهارين السيد رئيس الجمهوريه بالنيابه رجعوا ونحيي هذا بيه. لكن هناك مسرح جميل في قصر قرطاج، المسرح هذا كان بورقيبه الله يرحمه يستعمله، وانا رايي ان نردوا مسرح طلائعي، المسرح الطلائعي هذا للشباب المبدع سواء كان في المسرح ولا في الموسيقى وغيره، اضافه لواحد من ارائي انه في طار مؤسسه قرطاج زاده نفكروا في كيفاش نعملوا اشياء ثقافيه اللي تحسن من صوره تونس، يعني هناك رؤيه شامله لبرنامجي تقوم على رئيس عصري ولكنه حامي الحماه صحيح وفي نفس الوقت يكون حكم في طار الصراعات منفتح المستقبل
يعني يكون موبيل مش قاعد في مكان ما ويتصل ويحاول أنه هو يكون فعلا مش أب التونسيين لأنه أب التونسيين هذه صورة قديمة. أنا ما نجمش يكون أب التونسيين لكن مقترح نفسي يكون خو التونسيين الكبير. واضح. شكرا لك سيد محسن مرزوق. سؤال أخير، حظوظك لبلوغ الدور الثاني قديش أم بورسنتاج؟ ما نجمش نحكم لكن أنا مش نعمل كل جهدي. أنا ما ورايش لوبيات معناها وفرحان بها، لوبيات اللي تعمل لسبب الأراء وتعمل فجأة واحد يطلع من لا شيء واللي معناها الناس كنت تحكي عليه وفرحان ما عنديش لوبيات. علاش؟ النهار اللي إن شاء الله مش يكون رئيس الجمهورية مش يكون القرار متاعي رهينة في يد حتى لوبي من اللوبيات، مش يكون ناخذ قراري كيما خذيت حياتي كاملة، قرار مستقل قائم على الشجاعة وقائم على تحكيم مصلحة تونس قبل كل شيء. واضح. باش نخلي لك كلمة الختام قبل ما نقفلوا البرنامج مع الرئيس، خليني نقولها خاطرك في برنامج مع الرئيس السيد محسن مرزوق، كلمة الختام للشعب التونسي قبل ما نكملوا. أنا نقول الآية الكريمة اللي يقولها سبحانه وتعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رئيس الجمهورية يلزمها تكون بالفعل حتى إذا كان ما عندهاش معناها مسؤوليات، يلزمها تكون عندها قدرة حقيقية على تغيير حياة التونسيين والتونسيات. وأنا في الفترة هذه مثلا نتحدث التونسيين ونعرف ومش قاعدين يفكروا تو الفلاحة اللي الصبة متاعهم يحسوا بها معناها مشات ضاعت جزء منها. أنا الناس اللي معناها قص عليهم الماء في العيد، الناس قص عليهم الضوء، الناس اللي قاعدين في جهات يحسوا بروحهم مهمشين. أنا نحب نحكي على الفوسي هذا الاجتماعي اللي حتى الطبقة الوسطى قاعدة إذا كان مش في الحرف متاعه وشوية منها طاح وتدخل تحته. أنا نشوف اليوم الإضراب تاع جماعة البريد ونشوف انه الناس المتقاعدين يحبوا ياخذوا الماده نتاعهم ما يجيبش ياخذ الماده نتاعه في حياته كلها في معناها حولك الماده هذيك. الصعوبات موجوده صحيح، لكن انا اعتقد انه الناس صادقين عندهم تجربه وعندهم خبره وكفاءه قادرين يبدلوا الوضع التونسي. هذاك علاش وكان جيت انا اليوم رئيس الجمهوريه كان اول قرار عملته انه في مجلس الامن كنت دعيت يعني وزير الفلاحه باش ردوا جزء من موضوع قضايا الفلاحه من موضوع الامن قضايا الماء، واني كنت جعلت من دوري حكم باش اقل منكم الاضرابات والصراعات وباش نركزوا على الشيء المهم العمل وقدرتنا على تغيير حياه التونسيين. واضح. شكرا لك سيد محسن مرزوق. كانت هذه حلقتنا لليوم في مع الرئيس، موعد يومي كما قلت تستنونا فيه ان شاء الله في قناه كارتاج بلوس. اليوم كان ضيفي محسن مرزوق، تستنوا مترشح اخر للانتخابات الرئاسيه في حلقه جديده. ما بقى لي كان نقول لكم ان شاء الله ليلتكم مزيانه ويا مرحبا.